خلينا نتكلم على اللي حصل، زلزال في اثيوبيا امبارح او زلزالين في اثيوبيا، وحضرتك كنت بتعلق عليهم، ايه الحكايه وحكايه هذه الزلازل اللي حصل في اثيوبيا امبارح؟ هو الحقيقه يعني اثيوبيا بتقع في شرق القاره الافريقيه، وبيمر بيها الاخدود الافريقي العظيم. هذا الاخدود ده فالق، اكبر فالق على سطح الكره الارضيه. وبالتالي عامل منطقه زلازل، انشط منطقه زلازل في القاره الافريقيه هي الهضبة الإثيوبية. فحصل امبارح زلزالين 5.5 والتاني 4.6. هم المسافة بينهم وبين سد النهضة حوالي 600 كيلومتر. وحصل في نفس يعني العام الماضي في شهر أكتوبر أيضا كان في زلزالين تقريبا بنفس الشدة. بعدين الزلازل يعني متعودين انها تحصل في هذه المنطقه. تاثيرها على سد النهضه، احنا يعني ما بنقولش ان سد النهضه هيقع دلوقتي من هذه الزلازل، ولكن احنا بنقول سد النهضه كلما يملا بكميات اكبر من المياه التاثير بيبقى اكبر، لان المياه نفسها بتبقى وزن على المنطقه. يعني لما نقول سد النهضه يعني مخزن حاليا 17 مليار متر مكعب من المياه، يعني 17 مليار طن من وزن المياه. طب لما يبقى 30 و40 وما يبقى 74 فيما بعد ويحصل زلزال مثل هذا الزلزال هنا، ده بيشجع الفوالق الموجوده في المنطقه انها تزداد، وبالتالي ممكن وزن المياه نفسه ممكن هو اللي ينشئ زلازل. فاذا احنا ولذلك يعني الخوف والقلق من السعه اللي اثيوبيا ارتفع ليها ان هي يبقى 74 مليار متر مكعب. لو احنا شفنا التصميم الامريكي لمكتب الاستصلاح الامريكي سنه 64 اللي هو التصميم الاصلي لمكان سد النهضه اللي كان اسمه سد الحدود، كان على انه يخزن 11 مليار متر مكعب. الان لما يبقى 74 هنا 7 أضعاف السعه الاصليه. ومع هذه الظروف اللي هي الفريده في اثيوبيا من محدث الفوالق والنشاط الزلزالي والنشاط البركاني ايضا، يعني اثيوبيا كلها براكين قديمه. الصخور اللي فيها صخور بركانيه بازلتيه ولها طبيعه خاصه من حيث التحمل، ولذلك يمكن كان في صالح مصر انها من هذا النوع، لان لما بتسقط عليها مياه الامطار وبمرور السنوات بتتفتت وتعمل طمي، وهذا الطمي بيصنع احسن اراضي زراعيه. وده اللي حصل، ان الطمي المنقول من اثيوبيا وصل للسودان ثم الى مصر وكون يعني اخصب الاراضي الزراعيه في العالم، وهي اراضي في الوادي والدلتا من هذه النوعيه من الصخور. هذه النوعيه من الصخور ايضا يعني لا تحملها للمنشات الكبرى ضعيف، لانها اولا هي يعني فيها تشققات، في انحدارات شديده الان في القاره في اثيوبيا، لان البراكين عملت قمم بيصل يعني اعلى قمه في اثيوبيا 4660 متر فوق سطح البحر. والمنطقه اللي حصل فيها الزلزال تحت مستوى سطح البحر بحوالي 125 متر. اذا الفرق يعني بنتكلم في حوالي 5000 متر فرق في المناسيب. وبالتالي لما تسقط الامطار بغزاره وبكميات كبيره تسبب فيضانات وجايه من فوق الجبال مع الكميات الكبيره، ده الخوف الشديد، لان سد النهضه بيبنى في اقل المناطق انخفاضا في اتجاه السودان على حوالي 500 متر فوق سطح البحر، والقمم الجبال 4660 متر. فاذا الفرق جامد، مع قوه بعدين النظام المطري في اثيوبيا ايضا فريد، ان 936 مليار متر مكعب من المياه بتسقط في فتره زمنيه قصيره وهي 3 شهور في الصيف. بالتالي هنا الامطار بتبقى رخات قويه للغايه مع الانحدار، يعني لما يبقى الفيضان وكمان جاي من جبل يبقى شديد. يمكن حضرتك بتعرض الآن